ودمش خارجة خارجة شو هاللبس قصير حلوة ومع مين مش شغلك مش شغلي ايه مش شغلك انتي بغي يا واحد يكون دم مبارك ساكت ديما جامد غلطي ما يدويش تلعب عليه العشرة ما يعاودش الهضرة يكون راجل لمرا لنا بالزاف على درويش إنتي بغي واحد يكون دمه بارد ساكت دي جامد تغلطي ما يدويش تلعب عليه العشرة ما يعاودش الهضرة يكون راجل لمرا لنا بالزاف على درويش ما ليك ما تلقي لي ليا بزاف عليك وصعيب تلعبي بيا بي انا ما نليقش ليك ما تلقي لي ليا شكون اللي كذاب عليك وقال لك لي باقي ليا انا ماشي شغلي اسيدي خليني دغيا دغيا جيتي وبغيتي تبليني مرة تقولي نهواك مرة تقولي نساك اسيدي خليني مرة تقولي نهواك أسيتي خليني في الأول جئت مسكين ما تعرف والو, والو. غدرت قلبي لحنيني وطلعت كي والو مرة تقولي نهواك مرة تقولي نساك أسيتي خليني أسيتي خليني مرة تقولي نهواك مرة تقولي نساك أسيتي خليني مشهد نسيم وسكينة حلو حلو القصة ولكن ما ما أخذوا وقتهم بالغنى وانعجقوا اثنيناتهم كانوا عم بيغنوا بطريقة كتير معجوقة مش كتير رايقة مش كثير رايقة بالنسبة للمغنى والصوت يعني مش بالنسبة للأداء والانتربريتاسيون حسب المشهد نسيم كان معجوق سو في محلات النفس هيك شوي مزروق ما كان عم يفتح تمه، ما كان عم ما كان عم بيطلع صوته ببروجيكسيون مظبوطه، ما كان عم بيسمعنا رنته متل العاده، غنى حلو بس مش متل ما نحن قلنا بالعاده نسمعه، ورنت الصوت كانت هيك مكموشه شوي، ما كان عم يلفظ كتير، أه وبسرعه، أه وغنى كتير قليل كمان، أه سكينه بدت تركز على التفاصيل تبع المغنى في نوتات فرطوا منها، في افلات مش كلها ثابته، نفسها مش مرتاح، ما طلعت رنت صوتها ابدا، ما حسيتها طلعت صوتها لبرا، ما استعملت وضعيه الصوت اللي عم تنشغل معها، سو so, uh, انا بفضل انه وقت اللي يغنوا بده يغنوا اروق وبده يركزوا على اشياء لانه اليوم حتى لو المشهد هو بحد ذاته بالتمثيل فيه ستريس، هذا الشيء ما لازم ياثر على الصوت، والصوت والمغنى لازم يضلوا حلوين وثابتين، لو شو ما كانت الانتربريتاسيون اللي عم يشتغلوا عليها. بنظري إيفان كان ضعيف نسيم له بالعادة بيفتح تمه وبركز أكتر ما مش الحال وسكاينة مبارح عدنا أكتر من ثلاث أرباع ساعة لإلها لوحدها تنعرض لها صوتها تتعرف إنو كيف تاخد صوتها لأنه بترجعوا كتير لورا عزلعيمة وفي مشكلة بس ما في شي تغير عم بتشد تجيب صوتها لقدام هاي شغلة ما منيحة أبدا الفكرة حلوة الفكرة حلوة كتير بس بلش شارعها وهيك أنا انبسطت قلت الفكرة كتير حلوة رح يعملوا خناقة يعني بالغنى وهيك صار بس بما أنهم ما عندهم خبرة لأنه كانت خناقة وتعصيب أكلت من أصواتهم اثنيناتهم ما قدروا سيطروا يعني ما قدروا ما بين أنه يضربها ويلحقها وتلحقه وكذا ضاعوا بالهيدا عندنا صوتين حلوين، نسيم نحن بنعرف شو صوته، ما سمعنا قد ما لازم مثل ما تفضلتوا قلتوا وهي كمان لأنهن انعجقوا بالتمثيل بس كان الاحساس مش عاطل، يعني اذا بدنا ناخذ الايفال بس كاحساس كتمثيل كانوا مناح كانوا مقنعين يعني، بس بالغنا اثر هالشيء على غناهم لانه كانوا معصبين بظن أنا شخصياً انبسطت لأنه اكتشفت عند نسيم وعند السكينه شيء جديد تمثيلياً يعني افكتيفمون كانوا مقنعين لإلي تمثيلياً ما رح أحكي عن الشق الغنائي حسيت إنه الأغاني اللي نقوها كثير حلوة وصعبة إنه ينقوا هالأغاني يعني أنا صرت اوكي عم بشارعها وين رايحه وعم يعني كيف فات هو واعي من النوم ومن قبل الضوء هي لابسه ومكياج ورايح حبيت هيدا الشيء وقلت انا شو بدو شو شو الغنية اللي بدها تطلع وفاجئوني بالشوا الاغاني اللي لقيته جيد جدا بغض النظر كيف غنوا انا لقيت هذا ايفال ايجابي على صعيد التمثيل والحركه واكيد يعني ما فيني اجي مرق ناس احسن منهم بس عامه جيدين انه وكيف نهيو وكيف ظهرت هي وحتى هي وعم وعم بتغني تعابير نسيم يعني شفت نسيم رجال مش ولد يعني حسيته انه عن جد انا قديش بلاقيه بيبي فيس وطيوب وولد لا حسيت اليوم انه اخذ شخصيه وقدر يمسكها وانا شغله ايجابيه كثير لإلي انا بالنسبه إلي اختاروا غنيتين حلوين للموقف وللمعنى وللمشهد نسيم قدر يوصل الفكرة الغنية لبقت له غناها منيح يمكن تعبان شوي ما بعرف إذا مرتاح أو أنه هو قدي ما هيك تعبان شوي ولكن العرب ناس بال يعني لو غنى بريتم سريع أنا حسيت شفت جمالية صوته فيهم مش يمكن أحلى مرة بغنى فيها بس أنا شفته غنى منيح وغنى حلو وقدر يوصل الأغنية والأحلى من هيك أنه كان في تعبير بالمغنى يعني عبر عن الحالة اللي هو فيها بالنسبة لسكينة أنا كنت متوقعة منها تعمل شيء كتير حلو لأنه هي عم تشتغل تتعود عن عن البرايم يعني هي بدها تنسينا البرايم بالإيفا المفروض اليوم باللي بدها تعمله. مش كتير خدمة نوع الغنى لأنه يمكن هذا الغنى مش هو الأفضل لإلها تتبين قدرات صوتها بس الأكثر من هيك إنه مش كل الوقت قدرت تحس بالطبقة يعني وين عم بتغني على أي يعني حاولت ركز اكثر على هذا الموضوع وبن وغنت كتير قليل يعني لو, لو غنت اكثر يمكن كانت هي فاتت بالجو وفوتتني انا بال بالمغنى تبعها اكثر وحسستني شو بدها توصل لي الافلات بمطارح معينه كانت ضعيفه لانه الريتم سريع يعني هي بحاجه انه يكون يمكن اغاني اروق تنحس بعربة عملت جهد عم بتحسسنا بال بالمشهد عم بتحسسنا بالاغنيه ولكن بشوف انه بعد فيها تشتغل اكثر تفوت معها بالطبقه اكثر وبالتفاصيل اكثر